يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مقولات للإمام مالك رحمه الله كمقولته للذي سأله عن كيفية الاستواء، حيث إن رده اتخذ قاعدة في العقيدة في من يسأل عن الكيفية. هل مقولته رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها تتخذ كذلك قاعدة؟ نعم، تتخذ قاعدة أنه ما يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها ما هو؟ الذي أصلح أولها هو الإيمان بالله ورسوله، هو الإيمان بالله ورسوله والقرآن والسنة، هذه اللي أصلحت أول هذه الأمة، فكذلك لا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم.